كان رساما لمدة زادت عن 20 عاما، وكان عمله الأساسي الرسم على ورق البردي بشكل يدوي، ثم اشترى طابعة ليطبع عليها رسومات بأشكال مختلفة على ورق البردي الذي يجلبه من محافظة الشرقية. أنا اسمي ناد رشدي، وكنت شغال في مجال البردي من حوالي أكثر من 20 سنة، وكنت شغال بنظام الشغل الإنتاجي اليدوي. كنا بنعمل الشغل والبنات بتلونه في البيوت. بعد كده حبيت أعمل مجال نفس المجال بتاع البرديات، فاشتغلت بنظام الطباعة الأوفست، وجبت مطبعة أوفست فتحتها واشتغلت في المجال برضو، نفس المجال بتاعي اللي هو البردي بس بالطريق الآلي مش بالنظام اليدوي. حبيت أطور من المكان طبعا، وكان في وقت الورق البردي رفع فيه جامد، فاحتجت أغذي رأس مال في المكان عشان يديني كم إنتاج أعلى وأسرع، فاضطريت أعمل قرض عشان أزود بيه الإنتاج، فعملت القرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة. عم جمال ذلك العامل على الطابعة والذي اقتحم المجال منذ سنوات طويلة ليعينه نادي الحاصل على قرض صغير قيمته 75,000 جنيه ليعاونه في عمله. أول حاجة البرد دوت بيجي ويتسرتب على ورقة بسلوتيب، بعد كده باخده على المقص أقصه، بعد كده باخده على المكنة عندي يطبع عندي 4 لون 5 لون حسب يعني ما يكون. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تدعم مشروعات وأهداف الشباب. النماذج اللي كانت موجودة قدامنا كمشروعات صغيرة، أحدها المشروع البردي تقدم لي العميل، وطبعا أخذ دعم فني من خلالنا ومولناه بالمبلغ بتكلم في حوالي 75,000 جنيه كتمويل المشروع البردي. مشغل عنده عمالة غيره، عمالة دايمة بصفة دايمة، بنات طبعا مشغل مهارات اليدوية، غير بالإضافة كده عمالة غير مباشرة، وفي أسر كاملة من خلال ال 75,000 جنيه دي شغلت فرص عمل كتيرة جدا، سواء داخل المطبعة هنا أو في الأسر اللي شغالة على البردي. نادي تلقى دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتتيح أيضا فرص عمل للشباب الذين زاد عددهم في ورشته بعد التوسعات وماكينة الطباعة الجديدة.